احمد، والف مبروك. و يعني اخر حلقه كنت انت لقيتني متفائل، اه بالظبط. والحمد لله تحقق الفوز. وانا معاك، الزمالك لازم يفرح ولازم يستمر في فرحته في الوقت اللي يناسبه، في الوقت اللي يحدده هو جمهور الزمالك، بغض النظر عن اي مؤثرات خارجيه. والف مبروك لجمهور الزمالك، وزي ما كان زي ما بتقول جمهور الاهلي من حقه يفرح في الوقت اللي هو يناسبه، فجمهور الزمالك محدش يحجر عليه يفرح في الوقت اللي هو عايزه وبالطريقه اللي هو عايزها، ويوقف الافراح في الوقت اللي هو عايزه، جمهور الزمالك مش حد تاني. بالظبط. كابتن محمد عبد الله نجمنا الكبير منورنا. حبيبي يا كابتن، ازيك ابو كباتن؟ دايما منور كده ومنجح حبيبي نجاح، حبيبي ومليون مبروك لنادي الزمالك لحد ما نقول احنا كفايه. ماشي. ومنور استاذ جبالي اللي فعلا بيمتعنا. حبيبي منور حبيبي يا سماكة. كابتن محمد. كابتن عمرو سماكة نجم النجوم، احرف لعيب في مصر، كان احرف من محمد عبد الله مش عارف. كتير كتير بجد طبعا. لا انت بتتجامل ولا بتتكلم بجد؟ جميل مين؟ هنهزر؟ لا بجد والله. اه والله العظيم، والله انا بحييك يا محمد. لا لا خلي بالك يا جماعه، اللي ما شافش محمد عبد الله كان لعيب حريف جدا. لا ده كان بيحاول. ده محمد عبد لا الله. لا كان حاول بيقول كده على عمرو سماكه، يبقى فعلا سماكه. وانا طبعا انا شدت فيه مجروح، عمرو سماكه ككواليتي لعيب كوره يعني، سماكه ده يا جماعه بيكلم الكوره بجد بدون مبالغه يعني. سماكه جه معايا بنها لعبنا ماتش خماسي. اه قسما بالله في الخماسي بقى مجرم طبيعي، مجرم حرب. لا 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 الله اكبر. سباكة منورنا سباكة حبيبي. حبيبي طبعا مبسوط، ومبروك طبعا نادي الزمالك، وهارد لك لجماهير النادي الاهلي، ويعني مبسوط طبعا يا استاذ محمد. سباكة انت مره رقصت العارضه؟ هي العارضه فاضل الحاجه الوحيده اللي كنت ترقصها يعني. لا لسه دي لسه دي هتعوض. بيرقص نفسه والله. هتعوض يعني، مورجان نفسه ما يعرفش يرش العارضه. هتعوض هتعوض دي. حبيبي حبيبي طبعا مبسوط انا معاكم مع محمد سباكة. يعني اولا النادي الاهلي عمل قرار، اعتقد انه قرار جيد جدا، بان هو عين الكابتن محمد رمضان مدير رياضي وقائم باعمال مدير الكوره ومشرف على التعاقدات ومشرف مش عارف على الكشافين، يعني مسكوا الملف كله بالظبط. ثقه كبيره جدا من الكابتن محمود الخطيب. يعني طبعا انا شايف الخطوه دي يعني كانت من يعني لازم تعمل من بدري شويه. يعني انا شايف من الناس اللي شايف الخطوه دي اتاخرت شويه. كابتن محمد رمضان طبعا شخصيه جميله، يعني ما ينفعش سامي قمصان كان يعني يمسك الحتتين. لا خلاص، لا عمرنا يعني احنا برضو ما شفناش بتاع كله ده في النادي الاهلي. يعني كابتن حسام بدري يعملها، بس شخصيه كابتن حسام بدري يعملها يعني عادي. لا الفتره اللي فاتت محمد يوسف عملها قبل كده ماشي، برضو كان يعني كواليتي اللعيبه مختلف، طريقه اللعيبه مختلفه، الدنيا اتغيرت شويه، الدكه اتغيرت شويه. لا الدنيا اتغيرت يا سماكي، يعني زمان اللعيب كان ملتزم عن دلوقتي عن بكتير، يعني دلوقتي اللعيب ممكن يرد على حد. يعني احنا اقصى طموحنا كنا نزوغ المعسكر يعني، ده فاهم، ده اقصى حاجه ممكن نعملها يعني. طب